عبر سنوات تغير شكل عصفور تويتر أكثر من مرة قبل أن يصل إلى شكله الحالي. ظهر أول طائر على موقع تويتر عام 2006 عندما اشتراه أحد الموظفين مقابل $15 من على موقع آيستوك، وتميز بتصميمه البسيط باللون الأزرق الفاتح، وكان بعينين وساقين. منذ عام 2006 وحتى 2010 ظهرت نسخ مختلفة لعصفور تويتر، أهمها النسخة الكرتونية التي تملك عينان، وعرفت هذه الإصدارات باسم لاري ذا بيرد على اسم لاعب كرة السلة الأمريكي السابق. في 2010 تغير عصفور تويتر إلى نسخة أكثر انسيابية وسلاسة، تم تعديل الريش والأجنحة، تخلى عن شكله الكرتوني وكان مظهره أكثر جدية. أخيراً في 2012 تغير اسم العصفور إلى تويتر بيرد أو طائر تويتر بنسخة الرأس التي تنظر إلى الأعلى، وقالوا إنها تمثل الحرية والأمل والاحتمالات اللامحدودة، وهو الإصدار المستخدم حتى الآن. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.